افضل ان لا تكون هذه الاحتجاجات حتى لا تتفاقم الاوضاع. وكذلك ايضا بالنسبه لي الاعضاء ديال الحراك الشعبيه ينبغي ان يضبطوا يعني اوجه الاحتجاج والا لا يخرج يعني باشكال العنف والتخريب وما الى ذلك، اذا حتى تتاتى لهم المطالب. اقول راه خاص تطبق على الوطن كامل ماشي غير في الريف، خصهم كيف ما مشاو يسولوا على الاحتياجات ديالهم خصهم يكونوا راه المغرب كامل خصو الاحتياجات. كتشوف البلاد كالم بخير، بلا مواكل الناس، كيجي واحد اللي سميتو الزفزافي ولا ما عرفت شنو هذيك السميه، تيبغي ينوض لنا الثوره في البلاد، وبلادنا حنا بخير، تونس هما، مصر هما، سوريا، جميع الدول العربيه، كيبغيو يبداو في الثوره كتولي عندهم البلاد مخربه مرونه، وحنا بلادنا زوينه والله ينصر محمد السادس، عاش بلادنا حره خويا. لا شفتي بانهم تيعانيو صراحه الامرين في الحسيمه، وميم حتى حنا في الرباط تنعانيو الامرين كشباب، كلشي تيعاني الامرين، ولكن او ثاني ضد بانهم يخربوا ويهرسوا ويضربوا رجال الامن وكلشي، وتا رجال الامن ما عندهمش الحق يضربوهم، فتيخرجوا مسيره سلميه تبقى مسيره سلميه، شي ما يتعدى على شي وشي ما يخرب شي. المساله ديال كيفاش التعامل اللي تعاملت به دولة ولا هذا مع الزفزافة، لأن كان هناك مبالغة، وكان تنعتبر بأن الداخلية رجعت لهذيك الأساليب الواهية اللي ما بقاش المجتمع تيتقبلها. حنا المجتمع ديالنا وصل لواحد الدرجة ديال الوعي، وهذه ما بقاتش بحال هاد نطاوي عليه بحال هاد المسائل، لأن راه كان لدرجة أننا شفنا بأن مثلا وسائل الإعلام كانت زونطرا في دي فيديو هذا اللي لا علاقة لهم بهذاك الشيء، دخلوهم هذاك الشيء ديال مباراة كرة القدم وهذا دخلوهم على تنظن أنهم باش يعطوا الشرعية، لا كاين شي تدخلات عادية وتجاهل الأساليب هذه اللي ما بقاتش تنطالع على البنادم اللي جا له، على فما بالك الدراري دابا ديال الوسائط الجديده ديال الاتصالات. مظاهرات لجنة الشرع عن الشركه ديالهم ما صالحهمش، يعني كينوضوا الفتنه، الله يهدي ما خلق الشيء اللي نقول لك، يعني داك الشيء لا يجوز الشرع. المظاهرات اتت من الغرب ليس من السنه والجماعه. الاعتقالات راه خصهم يعتقلوهم اخويا، وخصهم يعتقلوهم عاوتاني، كاع اللي بغى يدير شي حاجه خصهم يعتقلوه. اش نقول لك، الناس اللي دايرين ايه يتشدوا، ولكن الناس اللي ما دايرين حتى شي حاجه ما عندهم علاش يتشدوا. الناس اللي دايرين شنو اللي دايرين؟ اللي هرسوا، اللي خربوا ممتلكات الدوله، اللي خربوا ممتلكات ديال الناس، ايه ما عندهم خصهم يشدوا، ولكن كاين الناس اللي خارجين يتظاهروا مظاهره سلميه ما عندهمش علاش الحق يشدوهم، كيما بحال السيد اللي قال لك ولده خارج يجيب الحليب وشدوه. لا هاد الاعتقالات ماشي حل كاع لهذا الشيء اللي واقع على صعيد الوطني، حيت اصلا هو قال غير الحق وبنادم ما باغاش الحق. منين شي واحد كيهضر على الحق ولا شي حاجه كيتسمى راه باغي يدير الفتنه للبلاد ولا شي حاجه، ولكن راه شي حوايج اللي قالهم راه الناس هما اللي واقعين في البلاد. البلاد خصها بزاف د الحوايج اللي يتبدلوا فيها. وبنادم يعتز بالوطن ديالو، مش يقولك حنا جمهوريه الريف، حنا راه المغرب، الله الوطن المالك. السلام عليكم.